نريد أن نجمع الكلمة، نريد أن نوحد الصف، نريد أن نكون إخوة متآلفين متحابين كلنا لسنة وجماعة. الأصل أن يكون عدو للحوثي، الأصل أن يكون عدو للرافض. نبذل علينا أن نجعل من نبذي من عضلاتنا ومن قوتنا ومن سلاحنا على الحوثي عدو جميع الذي لا يفرق بين سني ولا إصلاحي ولا صوفي ولا مؤتمري ولا انتقامي ولا غيره. من لم يكن معه فهو ضده. أما أن نعرض عضلاتنا على بعضنا البعض ونأتي نتسلط على مصليات بعضنا البعض، بينما أيام ما كان الحوثي هنا لم يجرأ أحد أن يتجرأ على مصلى، لم يجرأ أحد أن يتجرأ على مصلى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا عباد الله، نذكر أصحاب الهمم العالية والنفوس التواقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض في صيام الست من شوال، والتي أخبر عن فضل صيامها.